نصبح على صديقتنا الجميله اللي دايما بيساعدنا يعني مكالمتها ومشاركتها واننا نسمع رايها، مدام نيفين ثروت باسيلي، مدير برنامج اين انت ورئيس مجلس اداره نادي امون. صباح الفل يا مدام نيفين. صباح الخير يا هبه. صباح الفل على حضرتك، اهلا بيك. صباح الفل يا مدام نيفين. يسعد صباحكم. الحقيقه النهارده سؤالكم يعني جامد شويه، ازاي الواحد بس بيحصل يا مدام نيفين، بيحصل ان ممكن يعني الواحد يتخانق فعلا مع نفسه يعني. او بيحصل يتحق. وعشان كده جات لي الشجاعه اعمل مداخله. ايوه. بص، هي انا معايا حصلت في حاله واحده او موقف بس بيتكرر، وده نتيجه مثلا معرفش بقى تقولوا سلامه نيه، معرفش. الحاجه الوحيده اللي بتخليني اتخانق مع نفسي اني ببقى بعض الناس واثقه فيها زياده جدا بحكم العشره. وحصل لي مثلا موقف في العمل، ناس بقى لها معايا 13 14 سنه وكل الناس حواليا تقول لي خلي بالك، اقول لهم لا 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 ده عشره مش ممكن يعملوا حاجه غلط. يا مدام نيفين انتبهي يا جماعه، مش كده بس، ما تظنوش في كل الناس. وابتدي اقاوح ادافع عن الشخصيات دي، ويمر الزمن واخد من الشخصيات دي اكبر صدمه ممكن اخدها في حياتي. تتصدمي منهم. بيأذيني في عملي، ممكن يبيعني لخصومي، بيأذيني في شغلي نفسيا بقى. انت او يعني عارفه تعرفي حد مثلا بقالك 13 14 سنه، ما تهيأليش انه يجي يوم تفتكري ان الشخصيه دي ممكن تأذيكي. بتديله الامان طبعا. بديله الامان. بعد الفتره دي تلاقي الدنيا ابتدت تبان، فابتدي اتخانق مع نفسي واقول لربنا طب انا ليه ما سمعتش كلام الناس اللي حذرتني؟ طب انا ليه مش عارف ايه؟ فدي الحالات. وبصراحه زي ما كان سعد بيقول في الاول، الواحد ما يطولش فتره الخناقه مع نفسه، لا انا ممكن ببقى قاعده متضايقه فتره لدرجه كل اللي يشوفني انت حزينه. قالك مالك؟ رغم اني ببقى بتكلم واضحك وكل حاجه، بس من هول الصدمه الواحد بيبقى صحيح ازاي؟ الناس القريبين مني بيبقوا عارفين، ما دام انت بتضحكي لكن شكلك حزين، فيكي حاجه. اقول لهم معلش اصل لسه واخده مقلب حلو كده او اي حاجه، لكن فعلا بالواحد بيبان عليه، لان زي ما قلت في الاول العشره بتخلينا نثق في الناس زياده. انت اكتر حاجه توجعك يا مدام نيفين وتخليك تفضلي تتخانقي مع نفسك هي صدمتك في الناس اللي بتبقي واثقه فيها ومش مديه اخوانا ان دول يبقوا اول ناس ممكن يضربوكي او يخونوا العشره او ما يعملوش بيها. ده حقيقي. لكن ربنا عارفين يا جماعه، اشكر ربنا انها بتحصل في محيط العمل. لكن في محيط الاصدقاء والناس لا، اشكر ربنا الحمد لله ما حصلش حاجه لحد دلوقتي. الحمد لله. بس احنا بناخد من كلام حضرتك نقطه احنا يمكن عايزين ناكد عليها النهارده عشان كلامنا يبقى ايجابي مش سلبي، ان ما توقفش عند النقطه دي وتوقف حياتك، يعني اتخانق مع نفسك شويه بس تتعلم من اللي حصل عشان تقدر تكمل. انا معاكي، بس احنا كبشر يا هبه، الحق في الاول بيقول لك ما نقفش كتير عند الحته دي او كده، الواحد بقى ساعتها يتحقق دي حسب مشاعر المتلقي، يعني اللي اخذ الصدمه ممكن الموضوع يطول معايا مثلا بدل اسبوع 10 ايام ممكن يوصل شهر، وبعد كده ارجع لطبيعتي ابتدي اتعود. بس بيأثر على نفسيتنا وعلى حتى يعني احتمال الجسد نفسه، يعني اوقات ممكن تلاقي حد بيمرض ويتعب، وهي القصه كلها قصه ان هو قاعد يحرق دمه. المرض والتعب يتحقق، لكن تحس ان انت ايه؟ هو انا ازاي ما خدتش بالي من كل الناس اللي نبهتني؟ هو انا عملت في روحي كده ليه؟ طب ما انا واثقه بقالي 13 14 سنه. صحيح. اشمعنى دلوقتي؟ فاهم؟ فتبتدي تقول هو انا كنت نايم، كنت غفلان، كنت واثق زياده. أيوة. وهي غالبا بتبقى واثق زياده. لدرجه اصحابي القريبين مني جدا يقولوا لي ما تثقيش في حد زياده. انا بتعامل بمبدا المتهم بريء الى ان تثبت ادانته. صحيح. اغلب الناس الناجحه وربنا يعني يساعدهم، انا فعلا شفت ده، بيتعاملوا ان الانسان متهم الى ان يثبت العكس. انا مش بعرف اتعامل بدي. الثقه لما بديها وترجع تروح انا ببقى زعلانه، بس غلطتي وبأمن بنفسي اني ما سمعتش كلام الناس اللي نبهتني في ساعتها.
كتير اللي بيتوجع او بيتخان او بيتصدم في الناس العشره اللي ما كانش متوقع منهم كده، مدام نيفين بيتحولوا للاكستريم من الصدمه. يعني هو زي ما حضرتك بتقولي انا بتعامل بان المتهم بريء الى ان تثبت ادانته، في حد بيفضل يتعامل كده بس من كتر ما الصدمه او حد وثق فيه قوي ما قدرش يتخطى ده، ففجاه بنلاقيه بقى الاكستريم، كل الناس بقوا متهمين لما يثبت ان هم كويسين، وده للاسف يعني ده اكيد مش احسن حاجه ان نعرف نتعامل بيها. بالظبط، انا لحد النهارده رغم ان كذا موقف حصل فيا كده، لكن لحد النهارده انا ما بعرفش ان انا ابقى كل متهم الا ان يثبت العكس، انا برضه ماشيه بالموضوع بتاعي وربنا بقى اللي بيسند. هو احنا بنعامل الناس بضمايرنا وبشخصياتنا الحقيقيه وكده، ويعني والبني ادم في الاخر بيتغير يعني. لا وكمان بنعملهم باحترامنا وادبنا. أكيد. تربيتنا طبعا وتربيتنا صح. اللي تعودنا عليها التربيه المسيحيه، ما انا مش همشي اتهم بكل الناس صح. الناس بتكرهني وبعدين مش هعرف اعمل كده، ده بتبقى حاجه جوه الواحد تتربى عليها. لا ما هو بقى اللي هي زي ما بيقولوا كده من فضلة القلب تكلم اللسان، وبني ادم اللي شفاف من جوه وقلبه ابيض ويعني دايما ربنا بيعوضه مقابل انه بيتعامل مع الناس بسلامة نية ونقاء هيفضل كده مش هيعرف يتغير زي ما حضرتك قلتي، واحنا بنشوف ده فيكي يعني. شكرا ليكي مدام نيفين، نورتينا وصباح الفل. صباح نورتينا، صباح الفل عليك.